مساء الخير، ان شاء الله كل النهارده. سنة وانت كويس يا فندم. ايوه تمام، ان شاء الله النهارده امسيه جديده من امسيات جروب اثار وحضاره مصريه مع الباحثه شيماء محمود، باحثه بالاثار الاسلاميه وامينه متحف. المحاضره هتكون ضمن فعاليات الجروب بعنوان دراسه اثريه فنيه لمخطوط ادعيه وتحصن، وذلك في ضوء مخطوط ينشر لاول مره. اتفضلي يا أستاذة شيماء بعرض المحاضرة بتاعتك، وإن شاء الله إحنا على حدود 35 أو 38 هنتوقف، نقفل الزوم ونفتحه مرة تانية، والحضور الكريم أي أسئلة هيحب يسألها إن شاء الله تكون بعد انتهاء المحاضرة. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأتناول النهاردة دراسة أثرية فنية لمخطوط أدعية وتحصن. هو مخطوط ينشر لأول مرة، والحمد لله بفضل الله عز وجل. طبعا عثرت عليه من خلال بحثي على مجموعة الدراسة. الكلمة هي أحد الحدود المتنازع عليها بين السحر والدين، فقد أوردت معظم النصوص المقدسة، طبعا خاصة القرآن الكريم، السحر، وفي آيات عديدة طبعا جاء الكلام عن السحر. طبعا منذ أن كانت الخليقة كانت أحداث كثيرة وقصص كثيرة قصها علينا القرآن الكريم عن السحر والدجل والشعوذة، خاصة طبعا ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان سبب نزول سورتي المعوذتين الفلق والناس. وده طبعا إلى الآن وهو موجود، سواء عندنا في الحضر أو موجود في القرى والمدن، موجود في كل حتة. موضوع الدجل والسحر والشعوذة معتقدات وموروثات توارثها الأجيال إلى الآن. لما نيجي نتكلم عن المخطوط، انا كان سبب اختياري للموضوع هو شغفي وحسي الاثري. طبعا عندما عثرت على هذا المخطوط كنت حابه جدا ان انا اعرف تاريخ المخطوط ده. ايه المخطوط ده؟ بتاع مين؟ بيتكلم عن ايه بالظبط؟ يرجع لفتره ايه؟ للاسف كان واجهني صعوبات كثيره جدا كثيره جدا من خلال دراستي لهذا المخطوط، منها طبعا المعتقدات والطلاسم اللي جت على المخطوط، منها تاريخ المخطوط نفسه، وغير طبعا الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد من ظروف كورونا. فأهمية الدراسة بالنسبة للموضوع ده ان هو كان موضوع ينشر جديد لأول مرة، يعني مخطوط لم يتطرق له ولم تلمسه أيدي يعني. فكان في المخزن، ما كانش ليه حتى سجل، والحمد لله تم وضعت رقم سجلي له. يعني الحاجة الثانية ان هو كان موضوع شائع زي ما قلنا، معتقدات وموروثات، لكن في نفس الوقت كان عندي الشغف جدا ان انا اعرف ايه الطلاسم اللي موجودة على المخطوط ده، وليه، مع العلم انه مخطوط أدعية وتحصن، وكمان في بعض الآيات القرآنية خاصة إن التقسيمة الأخيرة للمخطوط شبيهة بالمصاحف الشريفة، وده اللي هنشوفه في سياق الموضوع. كمان كانت محاولة لتوثيق المخطوط ده. زي ما قلت لحضراتكم إن واجهني صعوبات كتيرة جدا، منها طبعا فك تلاصم المخطوط كانت صعبة جدا بالنسبة لي، واجهت فيها يعني ضغط نفسي كتير جدا. بالفعل طبعا الواحد كان بيحصن نفسه بالقرآن الكريم. كمان ندرة المصادر ما كانتش كتيرة، والمراجع خاصة في القرن 19 20، لكن بالنسبة للمصادر على الطلاسم هي كتير كتير كتيرة جدا، منها طبعا مقالات شمس البوني وكتاب شمس البوني. يعني كان في زي ما قلنا صعوبات، خاصة في الفترة بتاعت كورونا. منهجية البحث بقى ساعدني الدراسات السابقة طبعا على اختيار منهجية معينة لدراسة هذا المخطوط، منها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. أحب أدخل على طول بقى في المخطوط نفسه، أتكلم عن الدراسة الوصفية للمخطوط. المخطوط نوعه ديني، أدعية وتحصن.
مادة المخطوط من الورق ومادة الغلاف من الجلد. مقاس المخطوط 18 في 23.5. تاريخ النسخ رجحت تاريخ القرن 19-20، وده كان من خلال ان انا حاولت ان انا اشوف مخطوطات هذه الفترة او ما تقارب هذه الفترة. يعني ساعدني على تاريخ المخطوط الأستاذ الدكتور عزة عبد المعطي، أستاذ الفنون والآثار الإسلامية بجامعة القاهرة كلية الآثار بجامعة القاهرة. فطبعاً ساعدتني في إن أنا أؤرخ المخطوط، لأنها كانت ضمن لجنة موجودة في الفيوم لتأريخ بعض المخطوطات اللي وجدت أو محفوظة هناك في الفيوم. استأذنك حضرتك بس لو تعملي هايد. كانت شبيهة جدا بالمخطوط اللي أنا عثرت عليه، خاصة في التجليد، في بعض الزخارف اللي جت على الغلاف، في الكتابات نفسها، في رضائق الخط، يعني خط كان فيه ركاكة، وبعض الزخارف اللي فيها ركاكة. أستاذة شيماء هستأذنك بس دوسي تحت على كلمة هايد عشان الويندو اللي على الشاشة تبقى كاملة. شكرا. الناسخ كان مجهول، لكن الطلاسم بقى دي من الحاجات اللي سبحان الله وانا بدقق في المخطوط وبحاول ان انا احلله واوصفه كويس، لقيت كلمه صغيره جدا 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 في اخر صفحه كده في المخطوط، وهي زي امضاء للعراف او الخدام اللي اضاف هذه الطلاسم في فترة لاحقة على المخطوط. يعني هنلاقي بعد شوية لما نشوف الصور ان الكتابات حاجة، والأدعية والتحصن بكتابات ونوع حبر مختلف عن ما أضيف للمخطوط من هذا العراف. عدد الورق 147، حالة المخطوط يحتاج لترميم. كمان نوع الخط، هم ثلاث أنواع خطوط كانوا موجودين في المخطوط: النسخ والناس تعليق والخط الفارسي. مكان الحفظ طبعا موجود في المتحف الحربي رقم السجل 210. الزخارف نباتيه واشكال هندسيه محوره، والالوان الاسود والاحمر والفاتح، الاحمر الفاتح. بالنسبه للوصف العام للمخطوط زي ما حضراتكم شايفين، طبعا المخطوط بيحتوي على جلده اللي هي الدفه العليا للمخطوط والدفه السفلى، وعلى لسان. طبيعي ان احنا في فترة القرن 19-20 او ما قبل ذلك بنجد السرة او هذا الشكل واركان البخارية او السرة في المخطوط، كذلك الامر على اللسان. المخطوط عبارة عن ادعية وتحصن، بيرجح انه من مصر، ويرجح تاريخه زي ما قلنا لنصف القرن 19-20. وينتمي هذا المخطوط لمدرسة شديدة المحلية ولا تتماشى مع الزخارف المستخدمة في عصره. لأن أنا لما جيت قارنت ما بين الزخارف اللي موجودة والكتابات اللي موجودة في الفترة دي والفترة المفروض اللي هي مثلا لاحقة على إضافة الطلاسم، لقيتها طبعا مختلفة جدا. فالخطاط مش محترف، لكن لو جينا بصينا الخطاطين ما قبل أو حتى الخطاطين الفترة دي، هنلاقيه إن في بعض الخطاطين كانوا محترفين جدا، خاصة في الدراسة البحثية بتاعتي لرسالة المصحف عصر محمد علي، كانوا خطاطين مهرة، لأن كان في بعض الخطاطين اللي خرجوا من المدرسة الأهلية اللي كانت موجودة في فترة الأسرة المالكة. كمان ما كتبه خطاط تنوع في الأساليب والعناصر الزخرفية الفنية اللي جت على المخطوط. لما جيت فتحت المخطوط، أول حاجة صدفتني في صفحة بادئة المخطوط صدفتني الجدول اللي حضراتكم شايفينه ده. الجدول ده مكتوب بالقلم الرصاص الخفيف قوي. لما جينا حللت بالنسبة لموضوع الورق أو موضوع الحبر أو الموضوع بتاع الأحجار الداخلية أو اللي مكتوب بيها الأدعية غير اللي معمول بيها الطلاسم، لقيت إن في فرق طبعا ما بين الأحبار، في فرق ما بين الأحرف اللي موجودة والكلمات. فهنا لقيت إن ده جدول يسمى الجداول الأفقية. الجداول الأفقية دي عالم لوحده، اتعمل عليها
بعض الأبحاث واتكلم فيها طبعاً شمس البوني واتكلم فيها بعض المؤرخين زي الرمالي وما إلى ذلك. لما جيت حسبت الجدول لقيت إن الجدول ده حتى ذكر عبد الحميد عبد السلام في رسالة الماجستير بتاعته التمائم والأحجبة وذكرته أبحاث أخرى، إن بيقول لك إن الجداول الأفقية بطريقة معينة اللي هي طريقة الحشو أو طريقة المساحة بتاعة الوفق مع الأضلاع في الحشو بتاع الضلع فبيساوي رقم معين. يعني لو جيت حسبت الأرقام اللي حضراتكم شايفينها دي بطريقة أفقية أو بطريقة رأسية هتديني مع حرف الهاء، هما كلهم أرقام وجاب لي في الوسط هنا حرف الهاء، حرف الهاء ده اللي هو بيساوي 5. فأنا لو جيت قلت مثلا ايه 2 و8 10، 2 و8 10، وجيت لقيت هنا الهاء هقول ايه 5 يبقى 15. طب لو قلت 4 و6 بالطريقة العكسية طريقة الفي يبقى 10 و5 يبقى ايه 15. لو جينا قلنا كده 9 و1 10 يبقى ايه الهاء اللي في النص 5 تبقى 15. طب اي طريقة ايا كانت سواء المساحة الوفقية في حشو الضلع هيديني نفس العدد اللي موجود. رقم 15 ده اصلا ليه مغزى ليه معنى. لما جيت دخلت في علم الحرف موضوع علم كبير جدا ومتشعب، ودخلت في علم الارقام كمان لقيت ان كل طبعا زي حساب الجمل كده، كل رقم بيساوي كل حرف بيساوي رقم وكل رقم بيساوي اسم من اسماء الله الحسنى. برضو من اللي جه على المخطوط ان احنا عندنا بعض القراطيش اللي جت فيها العبارات الدعائيه اللي حضراتكم شايفينها، عبارات دعائيه للمتصوفه لا يسوق الخير الا، ويجي عند كلمه الا في الخرطوش ويقف، يعني ما يكتبليش الله جوه الخرطوش، يروح كاتبها لي بطريقه مكبره، وده اللي هنشوفه في السوره القادمه. ما شاء الله كان، اعتصمت بالله فلا حول ولا قوه الا بالله، فيروح كاتبها لي زي ما حضراتكم شايفين كده اني امنت بالله. فطبعا يكتب لي كلمه الله كبيره لفظ الجلاله، يكتب بخط كبير باللون الاحمر، وخاص هنا اللون الاحمر عشان ليه دلاله عندهم كدجالين ومشعوذين. الحاجه الثانيه تحليلي للارضيه اللي كتب عليها لفظ الجلاله. الارضيه دي هي طريقه الشبكيه، وطريقه الشبكيه دي اللي هي الوقايه والحمايه، وده طبعا من خلال المراجع والمصادر اللي رجعت ليها، اللي بتقول ان الشبكيه دي هي الحمايه والوقايه للزوج والزوجه او للعروسين. الحاجه الثانيه السلاسل المتدلاه على لفظ الجلاله. السلاسل دي عباره عن بعض الزهور المحوره اللي بداخلها دائره سوداء وجايبها بعدد معين. لو حضراتكم لاحظتوا هتلاقوا ان الطريقه الافقيه 3 في 7، وده انا عملته جدول فطلع منه 3 في 7 ب21، ف21 بيساوي برضو ايه؟ بيساوي اسم من اسماء الله الحسنى. فهو عنده الوقايه والحمايه معتقد من المعتقدات، وان هو حورها في طريقه زخارف علشان تديله ايه؟ تديله عدد. الحاجة الثانية الألوان اللي استخدمها، مش بس كده الإطار اللي حضراتكم شايفين ده هنشوفه بعد شوية، هجيب لكم ليه تفصيل بعد شوية، اللي هو الإطار بتاع كل صفحة من أو لوح من اللوحات، هتلاقوا فيه داخله حرف العين مكرر. هو ده مش حرف عين، هو هنا بيرمز لرقم 5، وده في الحروف الهندية. لو جينا رجعنا الحروف الهندية هنلاقي إن هو رقم 5. صفحات بقى من داخل المخطوط ان هو بيجيب لي ادعيه وبيجيب لي بعض الطلاسم والكتابات باللون الاحمر ويدخل عليها اللون الاسود، لا ده كمان جاب لي صور من القران الكريم التي تحمي من اي اذى او من الجن او ما الى ذلك. فجاب لي سوره بسم الله الرحمن الرحيم، سوره الجن، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. طبعا اختلفت كتابة السورة هنا، طبعا مش زي صفحات القرآن الكريم دايما بيجيب لي اسم سورة
داخل الخرطوش وبيجيب لي عدد اياتها هنا جابها لي تعتبر في اللوح نفسه دون اي خرطوش، يعني جابها لي كانها سطر من الاسطر. فسوره الجن مكيه وهي 28 ايه من صفحات النهايه، يعني احنا دايما في المصحف الشريف نلاقي صفحات البدايه ليها شكل معين وصفحات النهايه. صفحات النهايه هنا زي القران الكريم، بغض النظر عن ان هو هنا جاب لي اسم السوره جانب اواخر كل سوره، فجاب لي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هي اللي موجوده داخل الفاصل، الفاصل اللي هو الفاصل السور، لكن ما كتبش اسم السوره جوه فاصل السور. ومن ضمن صفحات المخطوط ايضا الخاتمه، الخاتمه بقى اللي متعارف عليها ان هو بيكتب لي فيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ، وبيكتب لي كل ما هو في الخاتمه زي حرد المتن، حرد المتن اللي حضراتكم شايفينه اللي هو المثلث اللي حضراتكم شايفينه ده اللي في اخر المثلث هنا، المفروض بيكتب لي في الاخر اسم الخطاط ويكتب والتاريخ تاريخ النسخ ويقول امين. هو هنا جاب لي حرد المتن على جزء مستطيل كاتب فيه بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله وبعض الادعيه التحصنيه، وراح جاب لي في الاخر طبعا في الجزء المربع اللي حضراتكم شايفينه تحت ده جاب لي لفظ الجلاله، وجاب لي برضو جدول افقي عشان يقول لي انا عامله هنا لهدف، عامله الهدف ايه؟ الحمايه والوقايه زي اي جدول انا عملته فوق. فكل جدول احنا حسبناه، كل جدول كل صفحة من الصفحات ليها إطار، حسبنا عدد الإطار ده كل حرف خمسة جي فيها في الطريقة الأفقية أو العرضية دي كام، وبقينا نطلع كل رقم ونحسبه إن هو اسم من أسماء الله الحسنى أو هو يعني إيه بالضبط. طبعا جاب لي زي ما حضراتكم شايفين في آخر صفحة الخاتمة اسم العراف. طبعا هنا احنا ما يعني انا حاولت ادقق كتير جدا علشان احاول اعرف اسم العراف ايه، فاني لو حضراتكم شفتوا هنا اني عراف، اني عراف او خدام، ده من خلال تحليلي ل وممكن يجي حد يخطئني او يقول لي لا ده اسمه مش كده، بس ده بعد طبعا التدقيق والتمحيص مني كباحثه وطبعا بمساعده الاستاذ الدكتور عز عبد الواحد جزاه الله عني خيرا. طلاسم وادعيه بقى ادخلت على المخطوط. من اللي جاء من مما جاء من ادعيه تحصينيه في صفحات المخطوط يا قادر يا كريم يا رزاق، فيجي هنا في السطر الثالث قال لي يا رب يا رب، الخط الثالث يا رب كتبه بخط مختلف، تحس مش نفس هي مش نفس ايد الخطاط لكن هي نفس الاحبار. ما جاء من طلاسم برضو في الصفحه الاولى هتلاقوا حضراتكم نفس الموضوع اللي اتكلمنا عليه اللي هي الجداول الافقيه، السلاسل اللي بتتدلى وفيها بعض البريدات المحوره او فيها بعض النقاط السوداء او فيها بعض الدوائر المطموسه، دي عمليه حسابيه يعني زي ما قلنا 3 في 7 ب 21 ده مجموع الارقام المفرده لعدد الايات الكلي للقران الكريم، ده بعد ما اضيف البسمله اليها. فطبعا اديتنا الرقم اللي حضراتكم شايفينه ده. فلما جينا برضو ضربنا كل الارقام دي طلعت لنا 21. ومجموع الارقام المفرده عدد الحروف الكلي اللي حضراتكم شايفينه ده بيديني في الاخر برضو نتاج 21. فده دل على تمام وكمال وايات وحروف المصحف الشريف. هو هنا عايز يقول لي ان انا بوضح ان في قدسيه وعظمه للمصحف الشريف، لذلك هو خد بعض الايات وخد لفظ الجلاله علشان يقول هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي هيحميني. بس طبعا ان هو اضاف لي بعض الطلاسم الزخرفيه زي ما حضراتكم شايفين كده، ان يجي مثلا في الدائره دي، الدائره دي بقى انا لقيتها مش بس على المخطوط ده، انا لقيتها كمان على بعض قيعان الخزف اللي محفوظ في المتحف الفني الاسلامي. هتلاقوا حضراتكم لما تروحوا في القاعه المملوكي قاع اناء
رسم فيه الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، شكل بيشبه ال 44 او بيشبه الحشره ذات الارجل المتعدده. فده دليل على ان برضو انا لقيتها في شمس البوني، ولما رجعت لبعض المصادر ان هي بترمز برضو للحمايه وللوقايه زي الشبكه كده. زي ما حضراتكم شايفين برضو نفس الكلام في تكرار حرف أربعة بطريقة معكوسة أو طريقة أفقية أو رأسية، حتى إني بجانب توكلته على الله اللي حضراتكم شايفينها علامة الإكس دي، علامة الإكس دي ليها برضو رمزية عند المحللين لهذه الطلاسم سواء في المصادر أو المراجع. ورجعوا لشمس البني هتلاقوا كل الحاجات دي، ربنا يعافينا. نفس الكلام برضو اللي انا شرحته من شوية، ان هنا بيجيب برضو طريقة الشبكة زي ما حضراتكم شايفين في اطار اللوحات او اطار بعض اللوحات. هنا بقى في الاطار اللي فات ده لما جيت احلل الجزء الداخلي ده لقيت ان الشبكة دي مختلفة عن الجزء الداخلي ده، فلما جيت احللها وجدت انها لو حضراتكم دققتوا معايا انها كلمة لا اله الا الله، وموجودة برضو على بعض القطع الأثرية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هتلاقوها هنا نفس الخطوط اللي تحت دي هي نفس الخطوط اللي فوق دي بالظبط، فهو كتبها بس بطريقة يعني ممكن تكون غير مقروءة لأي حد. أنا بقى جه عمل زخارف مختلفة تماما، جابها لي بشكل معينات وكتب ورسم بداخلها طبعا نفس الزهور، بس عمل على المعينات دي بعض زي ما حضراتكم شايفين الدوائر اللي فيها بعض النقاط السوداء زي اللي هي في الوسط والوان مختلفه، غير بقى ان لفظ الجلاله اللي حضراتكم شايفينه بالله هو هنا اراد ان داخل لفظ الجلاله نفسه يعني الجزء الشبكي والجزء اللي هو الايه المصمر اللي هو باللون الاحمر. وده لما جينا حللناه لقينا ان مثلا هنا اللي هو الجزء الاحمر ده بيعني واحد، فهنا واحد والنقطه اللي قدامه او لما جينا حسبناه يبقى 15، فجينا حسبنا الموضوع بالطريقه دي كده، غير ان انا عملت لها برده جدول يعني ان انا حسبت النقاط السوداء اللي هنا دي الافقيه بجانب اللي هي العرضيه فطلعت برده رقم 15. الدراسة التحليلية بقى ده بالنسبة لموضوع الدراسة الوسطية اللي أنا تناولت فيها الخط أو الطلاسم اللي جت على المخطوط أو بعض العبارات الدعائية، فكمان هتناول في الدراسة التحليلية التجليد تذهيب الخط وأنواع الزخارف زي ما اتكلمنا عنها إن في خط ناس تعليق زي ما احنا شفنا وخط التعليق والخط الفارسي أو نوع من أنواع الخط الفارسي زي ما حضراتكم شفتوا هنا الخطوط بتختلف عن الخطوط اللي جت في صفحات الوسط. اللي طلعت بيه بقى من كل اللي احنا قلناه ده ان من طرق التحصيل المستخدمه استخدام الرموز بدلا من الارقام، هو ما استخدمش ارقام على طول زي ما اي حد بيجي يكتب مخطوط يروح عامل جدول بارقام كل ارقام، لا هو استخدم في بدايه المخطوط بس ارقام وحرف اللي هو حرف الهاء، اما في باقي المخطوط جه عمل ايه؟ عمل زخارف بتعبر عن الارقام. وده كان الصعوبه بالنسبه لي ان انا احلل الزخارف دي واحولها لارقام. ان انا اطابق كمان مطابقه جدول صفحة بداية المخطوط بجداول المربعات السحرية وكمان أطبقه بالتحف التطبيقية، وده بيؤكد أن المخطوط استخدم كتحصين. بيدل تشابه غلاف المخطوط لأغلفة العصر المملوكي والعثماني من حيث التجليد والتذهيب، لكن طبعا هو التذهيب اللي عليه في تساقط لأن حالة المخطوط يرسى لها، وقلنا أنه هو فعلا بيحتاج لترميم. ان
بالخط على ان المخطوط متاثر بثلاث العصور. يعني احنا عندنا الخط اللي شفته في الادعيه مختلف تماما عن الخط اللي اضيف في فتره حقه، لكن هو يعتبر متقارب، بس الخطات مش واحد، الفتره قريبه لكن متلاحقه. الخطاط نفسه كان فيه طبعا ركاكه في الخط، هو مش خطاط متمكن. وطبعا اللي اضاف للمخطوط اكيد يعني ده مش خطاط خالص، يعني ده هو حد عايز يقول ان انا خدت الادعيه وفحصت من بعض الايات القرانيه وحط عليها او وضع عليها بعض الاعداد والارقام والزخارف التحصينيه. تشابه اوراق المخطوط وطريقه الكتابه والزخرفه مع مخطوطات القرن 19 20، وده طبعا بيدل على ان تاريخ المخطوط في هذا القرن. أنا أوصي بالاهتمام بالمخطوطات وصيانتها وترميمها. معذرة. ودراستها دراسة وافية، سواء من الدراسة الأثرية أو الدراسة التراثية التحقيقية، لأن يعني المحتوى ده حاجة مهمة جدا. إحنا طبعا أنا يعني جريت في حتة الطلاسم، ما حبيتش إن أنا يعني ادخل فيها اكثر من ذلك، لان انا المفروض دراستي هي ايه؟ الاثريه التاريخيه، يعني انا واخداها دراسه فنيه اثريه، المفروض ان انا باخدها كفن كتاب. حتى في سياق رساله انا واخد المصاحف كفن كتاب، يعني التجليد، التذهيب، انواع الخطوط والاحبار، كمان ان احنا بنتكلم عن المصحف كوصف عام ووصف خاص بالمصحف، لكن الدراسة التحقيقية اللي هو المحتوى نفسه. فأنا أتمنى إن إحنا نتناول المخطوط من كل هذه النواحي، وده طبعاً للحفاظ على الهوية والعراقة، وكمان للإضافة، لأن أنا في عندي مخطوطات في كل المجالات وكل العلوم، فأنا لما أعمل تحقيق للمخطوط وفي نفس الوقت أعمل له دراسة أثرية فنية، يبقى أنا دلوقتي بوجد حاجتين مهمين جداً بكملهم ببعض. طبعا مساعدة الباحثين والدارسين دي حاجة أكيدة بصراحة، لأن دي إحنا كباحثين بنواجهها جامد جدا في تسهيل طرق الوصول للمادة الأثرية، وده طبعا عن طريق إعداد لجنة مختصة بذلك الأمر. هو في طبعا لجان، بس أتمنى اليسر للباحث أكثر يعني. وطبعا إلقاء الضوء على المصاحف، خاصة مصاحف في الفترة دي، وخاصة المصاحف أو خاصة المخطوطات اللي بتخص الطلاسم، كتير من الناس بيخافوا يدخلوا فيها، وطبعا الله خير الحافظ، يعني الواحد طالما بيتحصن وبيحفظ نفسه بالقرآن الكريم وما بيحطش في اعتقاده الكلام ده كله، إلا إن الحاجات دي أحيانا يعني بتصيب، لكن الحفظ واليقين في الله هو ما فيش حاجة بتضر ولا بتنفع إلا بأمر الله، وإحنا واخدينه كعلم. وطبعا احنا بنضطر ان احنا نناقش قضايا مهمه زي دي، لانها بالفعل متواجده الى الان وبتاذي ناس كتير جدا، وفي نفس الوقت حته ان احنا نطرحها، فهو طرحها الاجانب بقوه جدا الفتره السابقه وما والى الان كمان. فلما جيت ناقشت البحث ده في بعض المؤتمرات الدوليه، الحمد لله أثنوا عليه وقالوا إن الأجانب بيلقوا الضوء على هذا الموضوع. فأتمنى أكون بس يعني أفدت ولو بالقليل، وأتمنى أكون أثمرت في هذه المحاضرة، وشرفت بكل من كان معي على هذه المحاضرة، وشرفت بالأستاذ الدكتور باسم والأستاذ عبير وكل الدكاترة والأساتذة المستمعين. جزيل الشكر لحضرتك. اللي قدامنا دقيقة واحدة وهيقطع الزوم، فأنا هقفل الجلسة وافتحها تاني عشان الحضور الكريم لو حابب يسأل أو يعمل أي مداخلات.